الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة الدكتور محمد غنيم. الرؤية اليوم لعثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، رؤية لتلك الشخصية الكبيرة التي تنسب إليها الدولة العثمانية التي حكمت العالم الإسلامي 600 سنة، وكان تأسيسها على يد عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان شاه. عثمان فتى نشأ على معاني الجهاد ومعاني الشجاعة، أنشأه والده على تلك المعاني ومحبة الدين، وألزمه ببعض الشيوخ منهم أديب بالي أو إدى بالي، ده شيخه، فكان يذهب إليه يتعلم منه، وكان يبيت عنده بعض الليالي. وفي مرة من المرات رأى ابنته وكانت فتاة جميلة ومستقيمة وتحب الدين وهي بالغة أو ملقة، فطلب يدها من شيخه فرفض. ففي يوم من الأيام وهو نائم عند شيخه رأى رؤيا فقصها على شيخه. رؤيا دي موجودة يعني في بعض الكتب التي أرخت للدولة العثمانية، موجودة يعني، بعض الناس قد يشكك فيها أو يقول إنها أسطورة من ضمن أساطير إنشاء الدول، يعني نحن لا نملك إسنادا صحيحا إلى تلك الرؤيا، لكن الذي نستطيع أن نقول في المرائي أنها وردت في الكتب التي ترجمت لعثمان أو التي ذكرت نشأة الدولة العثمانية. خلاصة تلك الرؤيا أنه عثمان في منامه رأى أن هناك قمرا خرج من صدر شيخه أديب علي أو أديب أو إدى بالي، خرجت من صدر قمر خرج من صدر شيخه واكتمل بدرا، فلما اكتمل بدرا دخل في صدره، في صدر عثمان، وبعدها بدأ يخرج شجرة من صدر عثمان تتفرع وتنتشر وتكبر بصورة عجيبة، وغطت الجبال الضخمة من جبال طوروس وغيرها، ودخلت تحتها الأنهار من النيل والفرات وغيرها، وأصبحت تحتها أناس كثيرون ومآذن يعني يؤذن فيها لله، وهو يرى ذلك بدهشة ويتعجب من امتداد تلك الشجرة التي أصبحت تحتها جموع من المسلمين وجموع من الناس وبلدان شتى وبلدان متعددة وأنهار وجبال وأمم لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم رأى أن هناك تتحول أشرعة ورماح ناحية القسطنطينية، وأنها يرمى في ناحية القسطنطينية، والقسطنطينية كانت في تلك الفترة مركزا حصينا للبيزنطيين وللصليبيين. فالمهم بعدها أفاق من نومه وحكى ذلك المنام لشيخه أديب علي أو إدى بالي، حكى له ذلك المنام، فتعجب الرجل وفسره له بأنه سينشأ من صلبه سلاطين أو أمة تحكم الأمم وتحكم العالم، ويفتح الله عليها فتوحا عظيمة منها القسطنطينية وغيرها، وأنها يعني ترفرف أو تضع أجنحتها على غالب الدنيا أو غالب الدنيا. ولما رأى الشيخ تلك الرؤيا أنها تقول هذا المآل استبشر، ثم بشره بأنه قد وافق على زواجه من ابنته اللي هي ملختون، بعد أن لم يكن موافقا لما فكانت الرؤية دي سببا من أسباب موافقة الشيخ أديب علي أو مال
أو بزواج عثمان ابن أرطغرل ابن سليمانشة من ملخةٌ أو بلخةٌ، وفعلا بعدها تزوج بها وأنجب منها السلاطين العظام، بعده أرخان وغيره، وامتدت تلك السلطنة إلى 600 عام كما هو في تاريخها المعروف المسجل في الكتب. وسنأتي إن شاء الله تعالى في أول تعليق أو في صندوق الوصف بالرابط التي ترشد إلى مصادر تلك الرؤية وترجمة عثمان رحمه الله تعالى. والعجيب أن عثمان ولد في سنة 656 هجرية، وهي السنة التي هجم المغول على بغداد، التي سقطت فيها بغداد. وكأنه يشاء الله سبحانه وتعالى عندما يسقط جزء من الأمة المسلمة ينهض جزء آخر، لأنه كتب لتلك الأمة أن تبقى إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.